أقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرجي شويغو بعد نحو 12 عاما من بقائه في المنصب، وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية في مستهل ولايته الرئاسية الخامسة وبعد أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا. واقترح بوتين تعيين المدني الاقتصادي أندري بيلوسوف ليحل محل شويغو بانتظار موافقة البرلمان. كما أصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي خلفا لنيكولاي باتروشيف. من موسكو ينضم إلينا مراسل حدث عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا بك معنا. هل كان قرار بوتين مفاجئا أم سبقه تمهيد لذلك معلن على الأقل؟ رونك، في الحقيقة لا يعتبر هذا القرار مفاجئا، كما نلاحظ بأن الحزمة الوزارية الجديدة لم تلحظ أي تغيير على الكتلة الرئاسية في منصب الوزراء باستثناء طبعا سيرجي شويغو وزير الدفاع. هذه الخطوة كانت متوقعة حسب قراءة كثيرين في البلاد، طبعا أعمال الفساد التي طالت نائب وزير الدفاع السابق سيرجي شويغو ومحاكمته التي قد تجري خلال الأسابيع القادمة. هو ملف كبير جدا، لكن نلاحظ بأن بوتين اتجه حسب رواية الكرملين على تعيين هذه المرة شخصية مدنية في منصب وزير الدفاع. يعني هذه الشخصية المعروفة في عالم الاقتصاد كان قد شغل مناصب عدة، بدءا من مستشار لفلاديمير بوتين على فترة 7 أعوام، ومن ثم النائب الأول لرئيس الحكومة أوصف أندري، طبعا هو الشخصية الجديدة لمنصب وزير الدفاع. تحدث الكرملين بأنه قادر على التنفيذ بشكل سريع ويمكنه العمل مع التطور الجاري في الوضع الحالي. لدى بيلاوسوف حسب قراءة الكثير من السياسيين صباح اليوم الكثير من الأعمال، أبرزها يكمن في إعادة وزارة الدفاع إلى المستوى التي كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية بعيدا عن الفساد حسب ما روى كثيرين. لكن بما يخص يعني مقعد وزارة الخارجية والداخلية فهي تبقى ضمن الكتلة الرئاسية التي كانت متوقعة. طيب، كيف استقبلت الأوساط الشعبية والسياسية هذا التغيير الوزاري عبد الجواد؟ يعني في الحقيقة إذا تحدثنا على الداخل الروسي، نلاحظ بأن الشعب لا يتدخل بشكل مباشر ولا يقوم حتى بالتعليق على وضع الوزراء. الشعب في الداخل الروسي قاموا بتسليم الملف الخارجي للبلاد إلى الحكومة، وهو شيء معروف في الداخل الروسي. ما يهمهم هو الحفاظ على الأمان. لذلك طبعا ما دام الأمان يجري في البلاد وفي شوارع المدينة كما نلاحظ، الحياة هي طبيعية خاصة بعد مثل هذا القرار، لكن الوضع هو مستقر. لذلك ما يهم الشارع الروسي اليوم هو البقاء في البلاد بوضعها الآمن. لكن الأنباء التي تأتي من بيلغراد خلال الساعات 24 الماضية وأعمال سقوط الكثير من الصواريخ والمسيرات ومقتل مدنيين حتى في أحد النقاط، يعني بعد سقوط مبنى وصل عدد المدنيين الذين قتلوا إلى 15 شخصا، وهو عدد كبير غير مسبوق في مدينة بيلغراد الحدودية. لكن طبعا بما يخص الحكومة الجديدة، كما يقول الخبراء، كما يقول الشارع الروسي نوعا ما في تعليقاته عبر تيليجرام، بأن لديهم موجة طويلة من العمل خاصة مع اتجاه بوتين بعد تعيينه لولاية خامسة لرئاسة البلاد إلى العمل على قطع يد الفساد. ونلاحظ بأن أكثر من مسؤول من الطراز الأول أبرزهم نائب وزير الدفاع السابق سيرجي شويغو قد طاله طبعا ملف المحكمة الروسية، وهو يخضع لعملية التحقيق بمسائل الفساد. عبد الجواد، متى من المتوقع أن يصدر البرلمان الموافقة على هذا التغيير الوزاري
وهل هي يعني موافقة شكلية، الأمر متخذ ومحسوم من قبل الرئيس بوتين؟ هناك مجلس الدوما الروسي ينظر اليوم في جلسة للاستشارة حول القائمة التي طرحها فلاديمير بوتين، بينما مجلس الاتحاد وهو صاحب القرار الثاني بعد توثيق مجلس الدوما سينظر يوم غد في اجتماع موسع بهذه القائمة التي طرحها فلاديمير بوتين، ومن ثم طبعا سيتجه الموضوع نحو رئيس الحكومة الذي بقي في منصبه ميشوستين، وهو كان من ترشيح فلاديمير بوتين لتشكيل حكومته الجديدة بهذه الأسماء. لذلك طبعا مجلس الدوما ينظر اليوم في 13 من الشهر الجاري، ومجلس الاتحاد يوم غد في 14 من الشهر الجاري. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من موسكو، مراسل الحدث عبد الجواد الرشد.